ناتي اليوم نقول قراءتي وقراءتك سوف اخرج هذا الصحابي من دائره سادخل هذا الصحابي تحت دائره اللعن وهذا تحت دائره السب الى غير ذلك. هنا لابد ان نتفق. ربي بارك فيك. مسألة الاولى القران الكريم. القران مقصى معرفيا، مو عند الشيعة، عند السنة قبل الشيعة، مقصى معرفيا. مسألة الاولى القران الكريم. الأحاديث النبوية الشريفة تحتاج إلى قراءة وتحتاج إلى تفسير ولا تحتاج إلى وضع سياقاتها التاريخية إلى غير ذلك. ولهذا وضعوا روايات، قالوا احنا نفترق 71 والله راح نخليكم روايات تفترقون ايش قد 150. ثم أيضا هنالك نوع من الإجماع المتفق عليه من خلال ساداتنا العلماء عموما. عندما ترجع إلى الأصول الأربعة أو الخمسة التي تبتني عليها مدرسة أهل البيت، هذه بناها الشيخ المفيد قبل الشيخ المفيد غير منقح، وهي أنه الإمام لابد أن يكون منصوصا، الإمام لابد أن يكون معصوما، الإمام لابد أن يكون عدده 12، الإمام الثاني عشر لابد أن يكون ماذا؟ حيا. هذه الأصول التي بناها الشيخ المفيد مولانا في كتبه، وقبل ذلك ومنه صارت أصول المذهب. خلصت. ومن ينكرها مو فقط يخرج عن المذهب في المتقدمين، يخرج عن الدين كافر. هسا منو بناها؟ أنت لم تسمعها من الإمام الصادق. أنا لو كنت في خدمة الإمام الصادق، لو كنت في خدمة رسول الله، ويقول الاعتقاد بإمامتنا أصل الدين، فمن أنكرنا فهو إلى النار، من يعتقد بعصمته يكفر، انتهت القضية، أليس كذلك؟ لكن أنت ممن لا تسمعها؟ لا تسمع من الشيخ المفيد الذي هو في القرن الخامس أو آخر الرابع و... يعني بين بين وبين النبي؟ بين النبي 4 قرون واتخذت وأصلا مسلما. يعني الآن أقولها بشكل واضح وصريح لكل من يتابع هذه الأبحاث، أن هذه الأصول التي توجد الآن ويبنى عليها تبنى عليها مدرسة أهل البيت هي التي بناها الشيخ المفيد، فهذه هي القراءة المفيدية لمدرسة أهل البيت. واللي عنده هذا بالمناسبة عامة كل المسلمين. جزاك الله خيرا. يعني أنت عندما وهكذا، أنت عندما ترجع إلى المعتزلة، هكذا عندما ترجع إلى الأشاعرة، الآن 80% 90% من العالم الإسلامي هم من ماذا؟ من الأشاعرة. يعني الاتجاه العام الحاكم في العالم هو الاتجاه الأشعري، الأشعري أبو الحسن الأشعري في القرن الثالث مولانا، انتهت القضية وأصلوا انتهت. حتى في المذاهب الفقهية أنت تجد بأنه 4 مذاهب فقهية المذاهب الرسمية، وما بعد ذلك يقولون أغلق باب الاجتهاد. حتى لو فتح باب الاجتهاد، فتح باب الاجتهاد في الأصول التي بناها هؤلاء الأعلام الأربعة. أما ما تجاوزهم أبدا، لا يحقق حتى بالحديث، حتى بعلم الرجال. عزيزي أنت أقول هذا اللي أقوله، هذا من أهم النتائج التي انتهيت إليها. المشكلة في الطائفية، سواء أكانت سنية أم شيعية، الاعتدال السني والشيعي جميعهم إخوة، وهؤلاء الشيعة هم إخوتنا في الإسلام، نختلف معهم في مسائل متعددة ومهمة أيضا لا ننكر ذلك، لكن هذا الاختلاف لا يمكن أن يصل إلى ما يحاول البعض أن نفخ فيه وضرب الجسد الإسلامي الواحد بعضه ببعض. كلنا على علم حصل الاختلاف بين المذهب الواحد في الداخل السني والداخل الشيعي. وأيضا دكتور، نحن كلنا على علم أن هناك أمور وصلت إلى حد التكفير من الجهتين. نعم، ولذلك أكرر المشكلة باختصار في التطرف الطائفي. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، من دخل البيت الله الحرام وحج واعتمر فهو منا ونحن منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تغفر الله في ذمته. حديث صريح وواضح. من هنا نقول على الأمة الإسلامية كافة أن تعزز من نشر الوعي في صفوف أبنائها. لن يستفيد أحد شيئا من السجلات العقيمة، ولا من محاولات البعض من كل طرف إقصاء الآخر، ولا من استدعاء وقائع ومقالات وكتابات محسوبة على أصحابها من كلا الطرفين. صارت مع الأسف مأخذا علينا نحن المسلمين، بل وبعضهم مع الأسف يسوقها في خانة الإسقاط والتندر والنيل من الإسلام. اللهم إلا ما كان من حوار ونقاش وتبادل في طبعا أجوائه العلمية الأخوية الرحبة. الدين الإسلام دين السعة والرحابة، والحق ضالة المؤمن، هو ضالة الجميع حتى في داخل المذهب الواحد فيما يتم طرحه من نقاش في أوساط المذهب. لكل رأي ولكل خصوصيته. هذا رأيي، هذه خصوصيتي، أدين الله عز وجل بها وسألقى الله عز وجل بها. إذا كان الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم في شأن غير المسلمين وما أنت عليهم بوكيل، فكيف بمن هو في مشمول الدائرة الإسلامية أخوك في الإسلام؟ نعم، بهذه الكلمة أستأذنك دكتور أن نختم هذه الحلقة، وهي الحقيقة جوهر الحل الذي ذكرته في هذا اللقاء. مهما اختلفنا، مهما تباعدنا، يبقى أننا جميعا تحت مظلة الدائرة الإسلامية. ولكن مع الأسف الشديد، بدل أن يعينوني على هذا المشروع ماذا فعلوا مولانا؟ ها؟ وقفوا أمام هذا المشروع، ضيقوا علينا كل طريق،
كل طريق مولانا، لا الفضائيات ولا المواقع ولا الكتب ولا المعارض، حتى المعارض منعوا كتبنا في بيعها.